سابقا حضرتم معنا سيد جاسم، قلتم ان الحل هو في الحوار بين اركان المعارضه بتغييب السعيد. في كلمه التي وقفت جبهه الخلاص الوطني سيد رياض الشعيبي قيادي في حركه النهضه تحدث عن الحوار لا يستثني احدا. هل هذه الضربه والهجمه والسجون لقياده المعارضه جعلتكم تتراجعون الخلف وتطالبون من جديد بالحوار ولكن مع الجميع، يعني بما فيه مسعيد؟ حسين، واضح السؤال، واضح السؤال واضح جدا، وسترى ان جوابي معناها هو في قمه الوضوح. اولا انا نحب ننوه بمسار اللي كنت نسمع فيه قبل قليل، تجربه الاتجاه الاسلامي وحركه النهضه في اخر الثمانينات، الجبهه التي تكونت من الاتجاه الاسلامي والحزب الشيوعي وحركه الديمقراطيين الاشتراكيين، قيادة المناضل الديمقراطي الوطني الكبير أحمد المستيري المرحوم، والحزب الشيوعي محمد حامد، وحركة الوحدة الشعبية بقيادة المناضل النقابي كذلك الكبير الوطني أحمد بن صالح. هذيك جبهة شكلت ما بيناتهم وعمل مشترك. وفي حركة 18 أكتوبر بعد تالي، حزب العمال الشيوعي والحزب الديمقراطي التقدمي كعنوان متاع عمل، يعني مع قوى ديمقراطية وقوى يسارية. حركة النهضة حتى في تجربة الديمقراطية بعد الثورة التقت مع التكتل ومع المؤتمر ومدت ايدها في الحقيقة للبي دي بي ولحزب العمال، وهم الزوز موجودين المناضلين احمد نجيب الشابي وحمد الهمامي يشهدوا اللي هم ما حبوش باش يكونوا موجودين، والا النهضة كانت مادة ايديها بكل قوة. النهضة تؤمن ايمانا لا يتجعجع، وكل من ينكر ذلك هو حر يتصرف كما يحب، اما هي تؤمن ايمانا لا يتجعجع بنقطتين، اولا النضال الديمقراطي، ثانيا صندوق الاقتراع. الانتخابات هي الحاسمه بالنسبه للشعب التونسي نتاعنا في اختيار ممثليه، والنضال الديمقراطي هو السبيل للبناء والتنميه والفعل السياسي. راشد الغنوشي هو رمز هذا كله، صاحب جائزه غاندي، صاحب جوائز عالميه كبرى جدا من كل القارات، يعني المفكر والسياسي والزعيم المناضل في السجن كما كان يقول الاخ رياض الشعيبي، حلت مشاكل تونس هذه، وهم مناضلين نهضه طيب وخياب التركي وجوهر بن مبارك وشيما عيسى وكذلك رضا بالحاج ونور الدين بوطار والحبل معناها على الجرار على الجميع. يعني هل هذايا باش ينقذ تونس من الازمه الحاده اللي عاشتها والازمه الماليه وتدهور الاسعار وارتفاع تدهور القدره الشرائيه وارتفاع الحاد جدا للاسعار وللتضخم؟ هذه المشكله اللي لم تستطيع سلطة ال 25 جوية سلطة الانقلاب لم تستطع ان تنجز فيها ولا شيء. احنا في الحقيقة مع هذا الاعصام بيومين اعلن انخفاض التضخم ب نعم. ما قلناش لا حوار مع قيس سعيد، وتوا ما قلناش حوار مع قيس سعيد. في الحالتين لما كنت اتكلم معك انا، ولما تكلمت حتى اليوم الليله لما تكلمت معك انا قلت لك حوار وطني غير اقصائي وغير مشروط وكذا وكذا، واللي كلمه نتاعت الاخ رياض رجعنا دائما وابدا نقول على اساس الالتزام بالديمقراطيه وبالشرعيه. حوار وطني غير اقصائي وغير مشروط بالنسبه للجميع على قاعده الديمقراطيه والشرعية، على قاعدة الالتزام بالمسار الديمقراطي والالتزام بدستور الثورة. وقلنا داخل الحوار الوطني هذا نراجعوا كل شيء، عندنا استعداد بأي شيء نتفق عليه، نراجعوا المنظومة المتعلقة بالنظام السياسي وببعض النقاط المتعلقة بالدستور وبقانون الانتخابات وبقانون الأحزاب، كله نراجعوه لكن تحت يافطة الديمقراطية وليس تحت مظلة الانقلاب الذي نسب في اعتقادنا نحن أسس الشرعية وأسس الدستور، وهذه نقطة الخلاف الجوهرية بيننا وبين الانقلاب بتاع 25 جويلية. نحن كنا معترفين بوجود أزمة وبوجود مشاكل وبوجود مطبات وبوجود منها قضايا كبيرة جدا تستدعي حلول وطنية، لكن الحلول الوطنية في اعتقادنا تتم بمعالجة مشاكل الديمقراطية وليس بنسف الديمقراطية وجلب يعني البديل اللي هو غير ديمقراطي. هذا جوابي على سؤالك يا حسين، ليس فيه اي تناقض ولا اي تراجع، فقط حاجه واحده احنا ها شنو قايلين. لو يعود الرئيس وتعود السلطه الحاليه
عن مسار 25 جويلية إلى مسار الشرعية والدستور والديمقراطية، وخاصة بعد الفشل الذريع متاع انتخابات 17 ديسمبر متاع مجلس النواب بين معقفين اللي عملت سلطة الانقلاب، نحن بالنسبة لنا ليست هناك أي إشكالية على الإطلاق. وهذه أيضا قلناها راه بالديمقراطية وبالتوافق الوطني وبالإجماع الوطني وبالحوار مسؤول تشارك فيه كل القوى وتتفق عليه، بس أنت تعمل إنقاذ، حكومة إنقاذ وطني وانتخابات رئاسية وتشريعية سابقين لأوانهم باش الشعب. ولكن السعيد قال الإرادة العامة متاعه، هذا هو بديلنا. وبديلنا الآخر هو أننا اليد الواحدة الوطنية جميعا لإنقاذ تونس من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحادة والخانقة والتي تهدد تماما يعني استقرار البلاد وتوازنها. ولكن موقف سعيد سيد قاسم لا يعود لنا ولا حكومتنا احنا ولا شيء من ذلك. موقف سعيد سيد قاسم اسمح لي على المقاطعة، أولا وأخيرا سعيد قال من يحلمون بالعودة إلى دستور 2014 خارج التاريخ. مثالش ذاك رأيه هو، وهو من حقه، هو أصلا قام بشيء معناه يمشي في الاتجاه هذا. هل معنى ذلك علينا جميعا أن نؤمن بذلك ونصفق لذلك ونقول يعني هذاك هو ما نسميه معرضتنا احنا؟ إذا معارضتنا لكان احنا ننسف كل ما بنينا عليه موقفنا السياسي الديمقراطي اللي هو التمسك بالشرعية والتمسك نعم. بالقيم متاع المبادئ الديمقراطية. أنا إذا كان الرئيس قال ذلك هو معناها احنا بالنسبة لنا عارفين الرئيس إيش قال، لكن الرئيس ماذا فعل في الأثناء؟ ماذا فعل؟ شنو الحلول اللي صارت اليوم للبلاد؟ شو إذا كان سمى ناس مسجونين منها انتصاب للانقلاب؟ ليس صحيحا. هذه الاعتقالات وهذه الإيقافات هي دليل إرباك في الحكم وليس إرباك في المعارضة. هذه هي دليل إرباك وارتباك نعم. كبيرين جدا على أساس لم توجد حلول الوطنية. الشعب التونسي مش فرحان أنه القيادات السياسية بقطع النظر على التشفي والاستئصال والإقصاء وهذه الاتهامات. اليوم اتهموا مش حاكم، وجه تهمه مش اعتقل. كيفاش الكلام هذا؟ احنا عملنا قام في مقر جبهة الخلاص الوطني باش يتقال شنية اتهامات الموجهة لهؤلاء الموقفين. هذا ما اشرت اليه، هذا ما اشرت اليه بان هيئة الدفاع قدمت قضايا في ضد وزيرة العدل مكلفة بالنيابة العمومية. الساعة ثم تهم اعتقد التزوير، ثم شبهة التزوير، التزوير في كتب القضاء ثم شبهة التزوير خصوصا في ملف الأستاذ البحيري التدوينات وغيرها.